البعض نحبهم لأن مثلهم لا يستحق سوى الحب، ولا نملك أمامهم سوى أن نحب. نرمم معهم أشياء كثيرة، نعيد طلاق الحياة، ونسعى صادقين كي نمنحهم بعض السعادة. طبعا دي بعض الأبيات لجبران خليل جبران. كل سنة وانتم طيبين وحياتكم دايما مليانة بحب وسعادة. أيام قليلة قوي بيحتفل العالم كله بالفالنتاينز داي أو عيد الحب. صحيح احتفالات الفالنتاين عالميا السنة دي جاية يعني في ظروف عالمية مضطربة، لكن رغم كل شيء هنفضل نحب، هنفضل نحتفل بعيد الحب، هتفضل حياتنا أجمل دايما بالحب. وبما ان احنا بنحتفل مع حضراتكم بعيد الحب، هيكون معانا النهارده صوت جميل جدا، موهبه كمان متميزه جدا على السوشيال ميديا، وليها متابعين كتير جدا ومحبين، مش بس الحقيقه من البني ادمين، لكن كمان ليها محبين بقى من الطيور كتير قوي. معانا ساره هيثم، منورانا في ترانس. ساره ازيك؟ ميرسي، الحمد لله تمام. هابي فالنتاينز داي، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ميرسي. وانا عارفه يعني انت مخطوبه وعارفه ان انت عندك بغبغانات وعصافير وحاجات كده كتير. ايوه. فيعني كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه ميرسي. قولي فالنتاينز داي بقى او عيد الحب بيمثل لك ايه عامه؟ يعني انا بحس قوي ان هو عامه مش لازم يبقى بين اتنين يعني ولد وبنت، ممكن يبقى عادي بين يعني. او بالظبط ممكن يبقى فاميلي فريندز حيوانات. صح، انا اتفق معاكي. حيوانات احياء. طيب قولي لي بقى، انت على السوشيال ميديا يعني انت مطربه، شكلك صغنون ما شاء الله، وبشوف دايما الفيديوز بتاعتك والتيبس اللي بتتكلمي فيها عن علاقتك بالبغبغانات اللي عندك والعصافير والطيور وعلاقتك عامه بالحيوانات. يعني كلميني عن العلاقه دي، بدات معاكي من امتى؟ شفت لك صوره من انت صغيره بيبي مع بغبغان. ايوه ايوه. هي بدات من انا صغيره فعلا، وكان مامتي لما خلفت اخويا، كانت هي يعني الاول من زمان خالتي ومامي بيربوا اصلا. وبس لما انا ابتديت يعني لما مامي خلفت اخويا، قررت ان هي هتوديني، كانت دكتور وقتها بتساعد الاطفال ان هم يتعاملوا مع الحيوانات ويعرفوهم اكتر وكده، وابتديت اروح واعرف ازاي اتعامل معاهم، وابتديت من هنا بقى بقيت خلاص مجنونه. بالبغبغانات تحديدا ولا بكل انا بموت في كل الحيوانات، بس البغبغانات حسيت انه انا عندي انفورميشن، طب ليه ما ساعدش الناس اكتر، ويعني انا سبيشلايزد فيها فليه لا، يعني متخصصه فيها شويه، فقلت ليه لا ما نساعدش الناس، الناس تعرف بقى الطريقه بتاعه التربيه الجديده الصح، يعني الصح مش اللي احنا عارفينها. يعني سبيشال انه المعلومات عن تربيه البغبغانات والطيور شويه مش معروفه قوي عندنا، عشان هما كمان مش بيعيشوا هنا. بس هي الفكره ان في حاجات كتير قوي معروفه غلط، يعني مثلا زي الاكل بتاعهم لب وسوداني غلط اصلا بيجيب مشاكل على الكبد، فليه؟ صح صح عندك حق. يعني بس احنا بنتكلم على البغبغانات، واحنا من اللي عارفينه اكتر حاجه عن البغبغانات ان هي بتغني. ايه تحبي تسمعينا ايه دلوقتي؟ بيصرخوا اكتر. ممكن اغني انا لحبيبي. اتفضلي. يا طبيعي.
حبيبي نده لي قال لي الشيت راح رجعت لي يا مامي زهر التفاح وانا على باب ندي والصباح بعيونك ربيعي نور روحي حبيبي إلي يا عصفورة بيضة لا بقى تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا أنا لحبيبي وحبيبي طيب سارة انت سنك صغير فانت اكيد لسه بتدرسي صح؟ لا خلاص. لا ده ازاي طيب؟ يعني انا 23. لا 23. ايوه انا مش عارفه ليه حسيت ان يعني انا عارفه ان انت عشرينات 20s early 20s بس انا ما شفتك حسيت ان انت اصغر. فقلت اتاكد من المعلومات. دارسه ايه؟ دارسه اعلام وماركتنج. يعني ماركتنج. طيب دلوقتي بتعملي ايه في حياتك؟ اوكي انا دلوقتي بعمل ثلاث حاجات. هي اول حاجه غنى، بحاول ان انا اعمل الموضوع يبقى حاجه يعني حاجه انا دي اكتر حاجه انا بحبها هي وبنات، فانا بحاول قوي ان هو يبقى كارير اعمل الحاجات بتاعتي الاغاني والحاجات دي كلها، بس الموضوع صعب شويه فبحاول. وبعمل البغبغانات، بساعد الناس اكتر ان هي تتعامل معاهم، بدي سيشنز حاجات كده كتوعيه وكتدريب وحاجات كده. وتالت حاجه انا بشتغل في ماركتنج سوشيال ميديا. طب يعني ثلاث حاجات يبدو ان هم بعاد عن بعض بس لا هم ليهم علاقه ببعض، بيكملوا بعض. أيوة. وبتعمليه بقى ده على السوشيال ميديا. اول ما دخلتي على السوشيال ميديا انه احنا بنشوف انه يمكن ناس كتير قوي بتدخل على السوشيال ميديا بتقول بقى اي كونتنت اي حاجه عايزه تقولها، لما جيتي تبتدي السوشيال ميديا حسيتي انه في صعوبه ان انت تبتدي او تتكلمي قدام كاميرا الموبايل او تعملي نفسك كونتنت او تعملي نفسك برضو ايدنتيتي؟ هو كان في الاول الموضوع صعب طبعا، لانه عقبال ما بكون عارفه الناس عايزه ايه والناس عايزه تتفرج على ايه وهل هتتقبل ده مني ولا لا وهل هيبقى حاجه فعلا هتفيدهم ولا لا. فانا في الاول بكل صراحه انا كنت بادئه فيديوز غنى على سوشيال ميديا، وبعديها في مره كنت بغني بالصدفه ببغنات كانوا معايا في الفيديو والناس ابتدت تسالني اسئله اللي هو عايزين يعرفوا كذا وعايزين يعرفوا كذا واللي هو انا عارفه اوكي هقول لكم. وابتديت من هنا بقى بعمل الاثنين مع بعض، بعد كده بقيت بغني ومعايا ببغنات دايما وبيطلعوا على طول معاكي. انا بشوفهم مش بيسيبوني وانا بغني، لازم لو هقف هيقفوا عليا انا شجره في البيت. لا هم كمال قوي يعني حتى العلاقة اللي بينك وبينهم حلوة قوي. مرسي. طب هتغني لنا ايه تاني؟ اغني لكم ان راح منك يا عين. الله يلا. فاكرينه ايه فشغلنا مهما تبنا
بحبش مرتين، ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين، ما يحبش مرتين. برافو برافو برافو. طب قولي بقى، انت اتعلمتي الغنى فين؟ ولا هي موهبه ومحاولتيش تجربي اكتر او تثقليها اكتر بدراسه؟ انا لسه بادئه فوكال لسنز، يعني لسه ببتدي بقى اخد الحاجات بتاعه التدريبات وكده. طب انت حاسه صوتك قريب لمين؟ اقول الناس كلها بتقولي نانسي شويه. ايوه قوي. لا نانسي عجرم قوي، يمكن حتى نفس البيرسونا شويه. قالوا لك كده؟ ايوه. والله برافو عليا. طب مش عايزه تغني حاجه لنانسي من غير ميوزك من غير اي حاجه؟ ممكن اغني حاجه لنانسي. ممكن اعمل فيه حاجات. يلا ماشي. في حاجات تتحس وما تتقلش، وان جيت اطلبها انا ما اقدرش، ولو انت عملتها بعد ما انا اطلبها يبقى ما ينفعش. في حاجات تتحس وما تتقلش، توجع في القلب وما بتبنش، وافضل على طول تعبانة ما بين. طب اقولك ولا ما اقولكش؟ برافو. طب انت بقى، انت من انصار الاهتمام بيتطلب ولا بيتطلبش؟ بنقول ولا ما بنقولش؟ يعني والله الاثنين. الاثنين ساعات ساعات بحس ان احنا عادي نطلب حاجه احنا عايزينها لو هو حد يعني قريب مننا واحنا مستريحين، ليه ما نطلبش؟ وساعات برضه بيبقى في حاجات احسن ان احنا نستناها. ايه السلاسه دي؟ موضوع سهل خالص. ايوه بسيط عادي. موضوع بسيط خالص اهو يا جماعه. انا عايزه اتكلم معاكي في حاجات كتير والله يا ساره، بس صوتك كمان ما شاء الله حلو قوي، فعايزه اسمع برضو اغاني كتير. فانا هسالك سؤال اخير قبل ما تختاري اغنيه ثانيه تغنيها لنا. ماشي. مين اكتر حد في عيلتك ساعدك في فكره ان انت تغني، وان انت كمان تبقي يعني بتطبقي دراستك على السوشيال ميديا، وكمان تربي البغبغانات؟ لان انا عرفت انه مامتك ما بتحبش البغبغانات، صح؟ لا. مين؟ في حد عندك باباكي اللي ما بيحبش البغبغانات؟ انت عرفتي ازاي؟ انا متابعه كويس. لا هو بابي اكتر مش ملوش في الحيوانات، بس يعني بس عادي مش بيكرههم، بس انا طبعا البغبغانات يعني مبهدلين البيت، فانا مش هضحك عليك. يعني باكج يعني انا بغبغاناتي بالظبط كده. فهو طبعا يعني تعب مننا خلاص عشان الاوضه اتكسرت وكل حاجه باظت بسببهم. شفت اوضتك؟ ما ينفعش. ما بابي بيقولي نفس الحاجه. لا بس دي اوضتك، دي يعني الاوضه اللي بتقعدي فيها مع البغبغانات، ولا دي اوضتك؟ لا هي اوضتي، بس انا اعتبرت ان انا ما عنديش اوضه وسبتها لهم. لا بس والله حلو. لا انا بهزر عشان يعني عشان باباكي ما ياخدش كلامي ريفرنس ويرجع يقول لك حاجه. لا والله انا بهزر. لا بالعكس. ايوه لا هو عارف. طيب قولي لي بقى تغني ايه؟ عايزه تغني اغنيه انجلش ولا عربي؟ انتوا هتحبوا ايه؟ احنا نحب اي حاجه منك تحبيها. ممكن ممكن نعمل حاجه ثانيه. انا بحب عربي قوي. طب خلاص بحب عربي اكتر، بس ممكن نعمل ايه عربي؟ بس حاجه احنا نكدنا عليهم بقى، في حاجات تتحس يعني حاجه. ممكن حاجه تبقى كده قوي. ماشي. ايه ودي افكار. في انا بما اني طبعا بيج فان، فممكن في انا عندي بغبغان لذيذه. بس انا مش حافظاها قوي، بس ممكن اجرب. طب يلا نجرب. يلا بينا. انا عندي بغبغان جلباوي بنص لسان، انا عندي بغبغان جلباوي بنص لسان، بيحفظ اللي اقوله ويذاكره الليل بطوله، والصبح القى بيقوله ويعيده لوحده كمان، زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان. بس انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي. طبعا انت عارفه انهم مش بيحفظوا الكلام، يعني هما مش بيرددوه خلاص،
لا قولي طيب اللي بيحصل، بس قولي بسرعه لان انا عايزه اقول بسرعه قوي بقى. بس هما بيفهموا يعني زي الاطفال، فبيعرف بقى ان الكلمه دي معناها كذا فبيقولها بقى في الموقف ده وهكذا. يعني هو فاهم أيوة الكلام. أيوة. انا سمعت كمان بتقولي ان الكلام بيبقى مرتبط معاهم بمواقف. ده حقيقي صح؟ شاطره انا صح؟ ايوه ساره. يعني نورتيني بجد. وكنت مبسوطه جدا بالانترفيو ده. انا اكتر. انا متوقعه لك ان شاء الله مستقبل لطيف جدا جدا كمان قدام مع البغنات ومع الغنى مع كله ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي. وهابي فالنتاينز داي. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. ميرسي. وبيقولوا لنا هتقضيه ازاي. اوكي اوكي يا مع بغبغانات ممكن. ساره هيثم نورتينا. ميرسي. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من ترانس. نشوفكم الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد ان شاء الله.